طيب الحقيقة كمان في السياق ده، لأنه في حاجات إنسانية أنا كنت بشوفها، وكنت بشوف إن هي دي أجزاء صغيرة، لكن لما تبص لها باهتمام لا أجزاء صغيرة لكن تكمل صورة كبيرة أو تعبر عن صورة كبيرة وحقيقة مشاعر جوه التيم نفسه. كابتن الخطيب في كتير من المناسبات كان بيبقى مهتم جدا بمصافحة ومداعبة والاطمئنان على وليد سليمان ومحمود وحيد، والاتنين بره قائمة البطولة، بس كان فيه اهتمام شديد بيها. كابتن وليد سليمان اللي ما يعرفوش ما كانش مسافر، والجهاز قال له والكابتن سيد قال له كان بيفضل انه يقعد يكمل تأهيله هنا، لكن ليلة السفر يوم الخميس بالليل، البعثة الجمعة هتسافر، يوم الخميس بالليل الكابتن الخطيب يكلم الكابتن وليد، وليد انت معانا، انت بكرة تكون في المطار. نسمع وليد سليمان بنفسه. والله يا كابتن، يعني كابتن الخطيب أسطورة أخلاقية قبل ما تكون رياضية، حاجة كبيرة جدا. طبعا طبعا، وكلنا يعني زي ما قلت حضرتك، يعني كفاية ان مثلا الكابتن يعني بيبقى في ثقة كبيرة جدا في وليد، لما يقول وليد لازم تكون موجود، الفرقة محتاجاك حتى لو مش في الملعب، دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. وزي ما حضرتك قلت، يعني من غير تفكير، طول ما الكابتن قال حاجة لازم تتعمل. كمان انا حاسس ان كابتن الخطيب علاقة الود وعلاقة الحب اللي بينك وبينه كمان في التجديد، يعني وليد سليمان واحد من الناس اللي جددوا من غير ولا كلمة في عز ما الناس عروض والناس بتزايد والناس سابت الاهلي، وليد جدد على بياض. كابتن سيف، يمكن في البداية انا قلت لحضرتك ان احنا في كيان كبير جدا، واي حد يتمنى يكون متواجد فيه. ويعني خلينا واضحين مع بعض، انا قبل ما اجي النادي كنت اتمنى ان انا ادخل نادي الاهلي، وعملت حاجات كتير جدا عشان اجي النادي الاهلي، وربنا كرمني الحمد لله وجيت وعملت تاريخ جوه النادي، طبعا بمساعده كل الزمايل والجيل اللي فات مع الجيل ده. ما ينفعش نيجي في الاخر نعمل حاجه طبعا. وعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني حضرتك لما بتمضي كمان على بياض انت بتلاقي تقدير كبير جدا وارقام انت مش حاططها في دماغك، بتلاقي يعني حته ان انت تمضي على بياض وتقدر النادي، بتلاقي لا تقدير النادي جه اكتر من اللي كان في دماغك، ودي حقيقه ولازم اقولها. يعني دايما يقولوا يا كابتن ان جمهور الاهلي وكيان الاهلي يسوى ملايين. ده حقيقه، ما يتقدرش بفلوس يا كابتن. ما يتقدرش، يسوى كمان. اه طبعا ما يتقدرش بفلوس. اشتريت قبل كده بكده، يعني جالك قبل كده فلوس وقعدت فكرت فقلت ان الكيان والجمهور اكبر بكتير من اي حاجه؟ طبعا يا كابتن، ودي حاجه حصلت، وفي ناس تشهد على 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 كده، وفي ناس مسؤولين عارفين بكده، وما انا ما ينفعش ان انا اطلع اتكلم ان اقول الكلام ده كله، ولا يعني مثلا زي ما بيقولوا اقول اي كلام عشان خاطر الناس، ولا اقدر اقول كده. طيب اهميه هذا الحوار المتكرر عن يعني اخلاص وامتنان كابتن وليد سليمان، ان اللعيب بيهتم بايه في مسيرته؟ نجاحه الشخصي، انه يوصل منتخب مصر، انه يحقق بطولات، انه يكسب اموال. لا توجد بوابه تحقق لك الثلاثه دول على اعلى مستوى بما يفوق احلامك اكتر من نادي الاهلي. وهي عمليه بقى، حتى لو في اغراءات لظرف، اغراءات ظرفيه ملهاش علاقه بواقع الامر، باموال اكتر، لكن اللي بيقعد يحسبها صح عارف ان المستقبل وامتداد العمر، لا خليك في الاهلي، بطل في الاهلي، اكسب بطولاتك، حقق تاريخك، مستقبلك بيتامن. الاهلي هو الطموح، الاهلي هو الطموح بجد. بعد الفاصل كلام تاني كتير قوي هيخليكوا اكثر فخرا بالاهلي.